فوائد البرتقال. مين منا ما سمع عبارة اسم على مسمى؟ البرتقال تنطبق عليها العبارة بكل ما في الكلمة من معنى، كون صفة لون البرتقالي اشتقت من اسمه. البرتقال من الحمضيات الغنية بغذاء ألف وغذاء سي اللي بيساعد على امتصاص الكالسيوم بالجسم، بيعتبر مصدر للعديد من الأغذية اللي بيحتاج لها الجسم مثل الصوديوم، مثل البوتاسيوم، المغنيسيوم، النحاس، الكبريت، الكلورين. هو من الفاكهة اللي بتشكل الكلويات في الأنسجة، وهالشي بيقوي المناعة. البرتقال بيحتوي على 28 عنصر غذائي، أهمها الحديد، سكر الفاكهة، الفوسفور، غذاء بي، غذاء سي، الكالسيوم، وحمض السيتريك. كل 100 جرام من البرتقال بيحتوي على 43 سعرة حرارية، هو من أهم مكونات الطب البديل. البرتقال فاتح للشهية، بينقي الدم، بخفف ريح البطن، بيهدي المرارة، بينعش الفم، بيطرد الديدان، بيسكن آلام البطن، بيقوي الأعصاب والقلب، بينوم وبيهدي، بيريح الدماغ، بيقوي الأظافر والشعر والأسنان، يذيب دهون الكوليسترول، بينظم عمل الجهاز التنفسي، هو مضاد للسعال وللإنفلونزا، بينظم عمل العضلات والعروق، بكافح الأمراض التناسلية مثل السيفلس وبعض الأمراض الزهرية الأخرى. البرتقال نافع جدا للأمراض الجلدية مثل الجرب، وبيساعد على إزالة آثار التسمم الناتجة عن استعمال الأدوية الكيميائية. بقوي جهازين العصبي والهضمي، ونافع في علاج أمراض المقعد والبواسير. البرتقال بكافح مرض السرطان، وبيقضي على بعض حالات الترشحات لجهاز التناسلي الأنثوي، وعصيره مفيد وبيعوض من حليب الأم خلال الإرضاع. حسب وزارة الزراعة الأمريكية، كل برتقالة بوزن 184 جرام تحتوي على 86 سعرة حرارية، 0.22 دهون، 0 دهون مشبعة، 21.62 كربوهيدرات، 4.4 ألياف، 21.62 بروتينات، و0 كوليسترول. قشور البرتقال مفيدة جدا، تقي من ارتفاع الكوليسترول ومن أمراض السرطان مثل سرطان الثدي وسرطان البروستاتا، وبتحمي من الإصابة بعدد من الأمراض مثل الطاعون والأوبئة والالتهابات. وأكد العلماء أن مكونات قشرة البرتقال من الداخل فيها غذاء سي والكربوهيدرات والألياف اللي تسمى بالبكتين. قشر البرتقال بنشط حركة الأمعاء، بنشط الإفرازات تبعت الكبد، بيهدي الأعصاب، وفي خواص منبهة لإفرازات المعدة وفاتحة للشهية. وللاستفادة منه يغلى ويتناول منه فنجان صغير كل صباح. لكن مع كل أسف أنا رح أرمي هالقشور بالزبالة، لأنها تجارية ومليئة بالمبيدات المسرطنة والمؤذية جدا جدا. فبالإضافة للمبيدات المستخدمة خلال الزراعة
يغطس البرتقال التجاري في ثلاث أنواع من المبيدات الكيميائية المؤذية والمسرطنة، ثم يغلف بالشمع لتثبيت المبيدات خلال النقل والعرض بالمحلات. قشور البرتقال لا تستهلك أبدا إلا إذا كانت مزروعة بجنينتنا وكانت غير مرشوشة بالمبيدات. لذلك بدعى كل شعوب مصر والمغرب والجزائر ولبنان وفلسطين وكل البلدان اللي بتنمى فيها الحمضيات انهم يزرعوا شجر البرتقال، والشجر متوفر بالمشاتل. شجرة البرتقال تثمر بعد 4 سنوات من زراعتها، وتستمر بالإنتاج مدة 50 سنة، وبتعطينا أكسجين وبتجذب العصافير والنحل وتوفر علينا الكثير من المال سنويا. بتمنى يكون هالتقرير عجبكم وفاتكم، بتمنى تفيدوا غيركم بتوزيعه لأكبر عدد من الناس. وما تنسوا تعملوا لي سبسكرايب، بأي وقت فيكم تفتشوا في اليوتيوب تحت إيهاب بلانيت كلمة واحدة وتشاهدوا أشرطة أخرى إلي. إلى اللقاء.